توكل على الله ولا تشتغل بما سيكون في المستقبل، لو أتاك ما لا يلائمك الصبر. ولو أن الإيمان عظم وكذلك اليقين من أن هذه الدنيا ليست دار قرار وإنما هي دار فناء وامتحان وابتلاء ما أشغل نفسه وزاد إيمانه بالقضاء والقدر. ولذلك كلما كان الإنسان أو كان الناس أكثر ولوجا في الدنيا وانشغالا عن الآخرة كلما ضعف جانب الإيمان بالقضاء والقدر، وكلما قوي الدين وقوي الإقبال على الآخرة وضعف الإقبال على الدنيا كلما كان الإيمان بالقضاء والقدر أقوى. وليس من ذلك أنه لا يصيب حزن أو هم إذا نزلت به مصيبة، لا، وإنما ليس كحال من كان مهتما في دنياه منشغلا عن أخرى. ولذلك يدخل في جانب الإيمان بالقضاء والقدر التفاؤل، الذي يتشائم عنده قلق في جانب الإيمان بالقضاء والقدر، يدخل في ذلك حسن الظن، يدخل في ضمن الإيمان بالقضاء والقدر حسن الظن بالله عز وجل. الذي يسيء الظن بالله عز وجل هذا لم يؤمن تمام الإيمان بالقضاء والقدر، لأن من القضاء والقدر الخير والشر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره.